الحب كلمة صغيرة الأحرف كبيرة المعنى، لا يذوب فيه إلا من غاص في جوفه. الوطن جلال وجمال استوطن قلوبنا، الوطن سناء وبهاء لازم أرواحنا، الوطن حياة ونجاة للأرض والعرض لحاضرنا ومستقبلنا. حب الوطن لحن يعزف وانتماء وهوية، صوت حر لضمير قلب، إنه الصبر بناره ومره. من كلمات الأستاذ الإعلامي إبراهيم فضل. وعشان حب الوطن سد عالي جديد في أسوان للطاقة الشمسية، يؤهل بلاد الذهب بتكلفة 2 مليار ويوفر 10 آلاف فرص عمل، كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية. وعشان حب الوطن وزير النقل يشهد توقيع عقود بين مصر وشركة أو شركة رايل لتصنيع وتوريد وتحديث 141 جرار سكة حديد. وعشان حب الوطن استثمارات إماراتية في مصر ب20 مليار جنيه، والخرفان يقولون سلمنا الصندوق السيادي للإمارات، كأن الإمارات ستنقل مصر عندها. في حب مصر، مصر تفوز برئاسة لجنة الأمم المتحدة للسياسات الاجتماعية للفقر عن أفريقيا لمدة 2 عام. في حب مصر، بنت مصرية تعيش في أوروبا صنعت هذه السيارة على نفقاتها الخاصة لدعم السياحة في مصر. من حب مصر هنروح لأعداء الوطن. رضوى محمد، رضوى محمد من حريم السلطان محمد علي، حرضها على سب وشتم الدولة المصرية بالوكالة كالعادة، ثم خبأها في فيلته في الساحل، ولما طبض عليها قعدت تولول وتقول الحقني يا محمد. هو محمد عارف ينفع نفسه عشان يلحقك لما ينفعك؟ وكلمنا أعداء الوطن بيسلطوا ناس هنا في مصر ويخلوهم ضحايا عشان يحرضوا الشعب بالوكالة وهم يعيشون بأموالنا المهربة في الخارج. الخونة بيقولوا في فساد، ودي من الرسائل الجميلة اللي جات لي. تعال نحسب فسادهم فقط في عام حكموا فيه مصر. أولا في هذا العام خدوا قرض 7 مليار منحة من قطر، والسؤال ودوها فين؟ طب مين اللي سدد المنحة؟ اللي سدد المنحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، هو اللي سدد القرض. خدوا 1 مليار دولار من ليبيا في هذا العام، ودوه فين؟ برضو الرئيس عبد الفتاح السيسي لما مسك الحكم هو اللي سدد قيمة هذا المليار او ال2 مليار. خدوا من السعودية 1 مليار، مين اللي سدد المليار؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي هو اللي سدد المليار. كان احتياطي مصر من النقد الأجنبي 15 مليار، أصبح الآن 50 مليار. الناس اللي بتتكلم تقول لك ما احنا مديونين. احنا مش مديونين، احنا أقمنا مشروعات بالدين بدأت تؤتي ثمارها. هذه المشروعات الحمد لله بنسدد فوائد الدين، يعني طالما انت بتشتغل وبتسدد يبقى انت لست مديونا، ومصر هتجني خلال السنوات السابقة نتاج الاستثمار سواء
البنائي او الزراعي او الصناعي. يبقى اذن نيجي بعد كده للاسف الشديد، ودي برضو من رسائل المشاهدين. المشاهد بيقول لك ايه في الرساله؟ مواطن شريف في ايتي البارود بيمر بارضه خط بنزين، فقام ايه كاسر ماسوره البنزين، وجاء مجموعه من المواطنين الشرفاء يسرقوا البنزين ببلاش. قوم ايه؟ جه مواطن شريف تاني بيولع سيجاره، فربنا ولع فيهم كلهم. وبرضه الخرفان بيقول لك الحكومه السبب، يعني انا مش عارف هو الناس اللي بتسرق والحكومه هي السبب. برضه من حكمه اليوم اللي ارسلها احد المشاهدين، واحنا بنذكر الساده المشاهدين على التواصل طوال الاسبوع، احد المشاهدين بيقول لك بعض الناس بيقولوا ارباح البنك حرام، ولما اعطى اموالهم لنصابه مقابل ربح 30% هذا حلال. سبحان الله، شعب عجيب. فنصبت عليهم وهربت بال 45 مليون، وتخيلوا 45، هذه النصابه جمعتها من قريه في محافظه. يبقى اذا ما شاء الله الشعب معاه ملايين موازيه. للناس بيقول لك في ناس جعانه وفي ناس وفي ناس. والصوره اللي مصورينها للاسف للسيده بتاكل من الزباله، هذه الصوره صورت في عهد الرئيس السابق، وصورت اختها في اماكن عده امام عيني. فاذا يا جماعه الشعب معاه يعني اموال موازيه للدوله وبيستثمرها مع نصابين، وكل يوم بيقبضوا على مستريح جديد. لما سيده تجمع من قريه 45 مليون جنيه عشان 30% حلال، قالوا ارباح البنك حرام، يعني اي دين يعني هتستحل 30% واتحرم 12.25%. حقيقي يعني في مشكله كبيره جدا. احد المشاهدين في قريه من قرى محافظه الفيوم اتصل بيا وبيقول لي يا استاذ اتكلم على قانون 74 ماده 106، وانا حقيقي ما كنتش اعرف هذا القانون، وده مش عيب. القانون خاص بصاحب العمل، يعني اصحاب المهن اللي هم بيدفعوا ايه؟ بيدفعوا تامينات ومعاشات، وبعد كده لما بيصلوا لسن 65 عام بياخدوا المعاش. هي الشكوى من ايه؟ بيقول احنا بقى لنا 40 سنه بندفع، ولما نيجي نقبض المعاش يقول بعد سن ال 65، احنا ليه ما نتسواش بموظفين الدوله ونتساوى بالقطاع الخاص؟ بيقول لك هذا ظلم. ازاي انا بقى لي 40 سنه سواق او حلاق او ترزي او ميكانيكي او اي صاحب مهنه، ده حتى شيخ البلد ما بيطلعش على 60 سنه، بيطلع على 65 سنه. يقول لك يكون ربنا افتكره، لان انتوا عارفين احنا في نهايه الزمان العمر كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عمره مات ما بين الستين والسبعين وقليل المعمرون. فلما واحد هيصل لخمسين 65 سنه هيكون اتكل على الله، هياخد معاش امتى؟ فاصحاب العمل بيخاطبوا السيده وزيره التضامن، بيخاطبوا السيد رئيس مجلس الوزراء ان هم يتساووا باصحاب المعاشات في الحكومه، ان هم يحصلوا على المعاش في سن 60 عام. كذلك برضو الفلاح برضو نفس المشكله. الفلاح عندنا برضو قانون 112 لسنه 65، تخيلوا قانون من سنه 65 واحنا في 2019. والخاص بمعاش الفلاح المصري، الفلاح المصري برضو بيشكي من ان هو بياخذ المعاش على سن 65 ايه سنه، ده كمان بيدفع 120 جنيه في الشهر وبيزيدوا كل سنه 20% زياده عن المعاش. فالبرنامج الهدف منه ان احنا بنوعي المواطنين كيف تدار الدوله، وبرضه بنقدم شكاوى المواطنين من خلال الاعلام المرئي للساده المسؤولين، لان الاعلام هو صوره المجتمع، ولازم كل وزير يعني يهتم بشكاوى الساده المواطنين عشان يخف الضغط عن الدوله. يبقى اذا هو المطلوب ان احنا نساوي هؤلاء بموظفين الدولة، ودي رجاء. برضو من يعني حب الناس للوطن، انا عندي الاستاذ رضوان حماد، وده عضو مجلس ادارة وعضو اللجنة النقابية سابقا لمصنع النصر للمواسير. ومشكلة مصنع النصر والمواسير ان هو حاليا متوقف عن العمل، وهذا المصنع بيصنع المواسير اللي بتستخدم
في نقل البترول ونقل الغاز، واحنا الحمد لله عندنا اكتشافات بترولية كبيرة جدا واكتشافات غاز. بيقول هذا المصنع او هذه الشركة فيها 2 خط انتاج حلزوني، طبعا بقطر 2% و12 ملي، وهذا الخط معطل، وبرضه خط انتاج تاني وهذا الخط برضه معطل، وهو خط امريكي يعني غالي جدا. والخطوط دي كلها للاسف حطينا الان في قطعة ارض فضاء خاصة بشركة النصر للمواسير، وفي خط الماني يعني بيعمل نص بوصة لاربعة ايه بوصة، وايضا في خط الماني برضو يعني الماني يعني القطع الغيار جاية من المانيا، او المصنع كله مستورد منين؟ من المانيا. والراجل حقيقي بيعرض عرض جميل جدا، بيقول تشغيل هذا المصنع لن يكلف الدولة شيئا، ده هو كمان بيعرض ان هو يصنع يعني يقوم باصلاح هذا المصنع على حسابه الخاص. يعني احنا مش هنلاقي حب اكتر من كده، لما مواطن عاوز يصلح خطوط الانتاج قال لي تصليحها عاوز حاجات بسيطة جدا، ولما يشتغل الخط اللي هو واقف، وطبعا ده اهدار للمال العام، لما يشتغل هذا الخط طبعا هيشغل فرص عمل جديدة. يبقى احنا بنخاطب السيد وزير قطاع الاعمال ان الحاج والحاج يعني رضوان حماد معروف، هو من حلوان البلد، وهو كان يعني في هذا المصنع يعمل وخرج، وهو على استعداد والناس كلها عارفة عنوانه، انه يقابل السيد وزير قطاع الاعمال ويصلح هذا المصنع على حسابه الخاص عشان يشتغل، وبدل ما بنستورد مواسير من الخارج لنقل البترول او نقل الغاز، احنا عندنا مصنع النصر للمواسير. أعزائي المشاهدين، يعني معلش أهلا ومرحبا بكم، أنا أخرت الترحيب لأن أنا حبيت نتكلم عن حب الوطن. وحقيقي يعني بعد الفاصل معايا الأستاذ جمال إمام أمين حزب المؤتمر بحلوان، والأستاذ ناصر شبل أمين مساعد التنظيم بحزب المؤتمر بحلوان، عشان احنا وعدناكم من الحلقة اللي فاتت هنتكلم عن دور الأحزاب في الشارع المصري، وعن انتخابات المحليات، وعن دور الأحياء في النهوض بالوطن. هنخرج فاصل بسيط وهنلتقي بالسادة الضيوف بعد الفاصل، ما تروحوش بعيد. فاصل. جنوب القاهرة وأمين تنظيم أمانة حلوان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وهدى وبشرى لقوم يؤمنون. طبعا من حظ العسل ان انا اتكلم بعد اساتذه باللغه العربيه. اعذرونا ان احنا كاتبين كلمه بسيطه عن الارهاب، ونبذوا عن طريق حزب المؤتمر. اولا بنرحب بساده الحضور الكرام، بنرحب بمنصه كريمه. يسر حزب المؤتمر قطاع جنوب القاهره اليوم ان يجمع بين قطبي البلد، أن يجمع بين قطبي البلد الواحد في ندوة تحت عنوان مصر يد واحدة ضد الإرهاب، لكي نعلن نبذ الإرهاب والتطرف والانشغال بمصلحة الوطن وعدم إعطاء فرصة لأي دخيل حتى يفسد بين أبناء الوطن، ولا أي عميل أن يتسلل داخل صفوفنا ويضعف قوتنا. نحن نربي ابنائنا على التسامح ونعرفهم حريه العقيده، وان المسيحيين هم اخوان اعزاء لنا وشركاؤنا في هذا الوطن، وبيننا وبينهم وحده وطنيه بمعنى الكلمه، وستظل هذه الوحده قائمه الى يوم القيامه. فالاسلام هو دين التسامح والحريه، وليس دينا للارهاب. لا إكراه في الدين. نقول لهؤلاء الملاعين
الذين اوجعوا قلوبنا بقتلهم الابرياء. بماذا ستردون على النبي يوم القيامه وقد استوصاكم باقباط مصر؟ هل عملتم بالوصيه؟ لا والله، فانتم قتلتم ابناء الجمعه وهم يصلون، وقتلتم ابناء الاحد وهم ذاهبون للصلاه. اخواني الاحباء، مسلمين ومسيحيين، نحن هنا ومن خلال هذه الندوه التي ننظمها حزب مؤتمر قطاع جنوب القاهره لكي نعلن عن الشعور بالحريه والمساواه لهذا البلد الذي يتمتع بالوحده الوطنيه. لقد واجهنا على مدار التاريخ اخطار كثيره من اعداء لم يتحقق النصر عليهم الا من خلال التمسك بالوحده الوطنيه. نشكر ساده الحضور جميعا، ونتمنى ان تسود علاقات الحب والتسامح بين الجميع، ونعزي انفسنا ونعزي اخواننا المسيحيين في شهداء حادث المنيا الاليم، ونقول لاعداء الاسلام ان هذا الحادث لن يزيدنا الا تماسكا وحبا داخل هذا الوطن. وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. شكرا. أستاذ جمال الإمام أمين تنظيم الحزب أو أمين الحزب الوطني ولا المؤتمر؟ المؤتمر، أمين قسم المؤتمر لأمانة حلوان. أمين قسم، أنا حبيت أنت تصلح لي المعلومة. أهلا ومرحبا بك، يعني في حلقة عن الأحزاب المصرية. وحقيقة لما نتكلم عن الأحزاب، الناس بتشكي إن الأحزاب أغلبها أحزاب كرتونية، يعني ملهاش أساس في الواقع. فإيه رأيك في هذه المقولة؟ وهل حزب المؤتمر من هذه الأحزاب؟ حزب المؤتمر، هدي نبذة بسيطة وسريعة على حزب المؤتمر وقيادات حزب المؤتمر. طبعا قيادات حزب المؤتمر يمثلها رئيس حزب المؤتمر ربان عمر المختار الصميدة، وهو أول رئيس للحزب من سنة 2011 ل 2012. يليه الوزير الدكتور عمرو موسى من 2012 ل 2013، ثم بعد منه السفير والوزير محمد العرابي من 2013 ل 2014. من 2014 حتى الآن يقودنا الربان عمر المختار صميدة، والامين العام لحزب المؤتمر حامد بيه الشناوي في الوقت الحالي. طبعا ربان عمر الصميده ده رجل دوله من الطراز الاول. عندنا في قياده الحزب الشباب، طبعا هم اللي بيقوموا على الانجازات في الحزب ورعايه الحزب تحت قياده ربان عمر المختار الصميده. نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي للحزب ده الأستاذ جهاد سيف، ده يليه الأمين العام المساعد ورئيس اتحاد الشباب الأستاذ أحمد خالد، وفي أمين التنظيم معانا برضو الأستاذ أحمد عبد العزيز، في أمين اتحاد الشباب الأستاذ عماد يوسف، وفي نائب رئيس الحزب للشؤون العربية والقبائل العربية الأستاذ أحمد عمران. تمام أستاذ جمال. في يعني معانا نائب رئيس الحزب للشؤون القانونية الأستاذ أحمد مقلد. طبعا أنا بحب أقدمهم كلهم عشان ما ننساش حد، عشان وقت الحلقة أستاذ جمال احنا بنتكلم عن دور حزب المؤتمر. ماشي، وطبعا هندي الدور عشان بنقدمهم، دول لائمين بالعمل الجاد للحزب ومتواجدين مش هقدر اقول لك نهار وليل، لا ليل ونهار، واخدين العاصمه وخارج العاصمه الاقاليم من المحافظات، من وجه بحري لوجه ابلي في الصيف، وجه ابلي صيف. فطبعا موجود الموظفين الحزب وعلى راسهم الاستاذ ايهاب ثروت والاستاذ محمد حافظ والاستاذ كريم ممدوح والكابتن نميري خضر والكابتن طارق. ده بإيجاز بسيط دول اللي عاملين في الحزب اللي هم. نرجع لموضوع السؤال، هل الأحزاب حاليا لها دور مؤثر في المجتمع، وهل حزب المؤتمر له دور مؤثر في المجتمع؟
اكيد الحزب المؤتمر بيشارك في الحكومه في جميع الملفات اللي هي موجوده حاليا شغاله، اذا كان صحه او تعليم او مواصلات او زراعه، في لجان كتير الحزب شغال عليها. وانا بديك بايجاز بسيط حزب المؤتمر عامل ايه في حلوان اللي انا فيها، ومعايا طبعا اخويا وزميلي الاستاذ ناصر شبل. احنا قمنا في امانه حلوان اول امانه او اول مكان تبتدي وتنطلق منه حمله فيروس سي، طبعا قام فيها وعم بمجهود وافر الاستاذ ناصر شبل، ثم البلد او الدوله قامت يعني على احنا ابتدينا ودينا تقرير، والتقرير طلع بيه كثافه عاليه جدا في مرضى فيروس سي، وانطلق الكلام ده من 3 سنين، وانطلقت منه مبادرة الرئيس السيسي لفيروس سي. طبعا في قوافل طبيه اتعملت، في ندوات ثقافيه قامت كتير قايم بيها الامانه في حلوان. ابتدينا بلال الارهاب ثم لا للمخدرات، وحاليا شغالين لا للشائعات والاكاذيب. طب هنقف مع حضرتك لا للشائعات والاكاذيب، وهنرحب اهلا ومرحبا استاذ ناصر شبل امين مساعد او امين التنظيم لحزب المؤتمر. تمام. حضرتك من هنستكمل بعض الانجازات اللي قام بها حزب المؤتمر في حلوان. تمام. يعني هنبدا بالايه؟ بالندوات اللي هي لا الارهاب. تمام. كلمنا عن ندوات هو يمكن الحزب طبعا على مدار السنين اللي فاتت كلها حاولنا ان احنا نتواصل مع الشارع، وهو ده الدور اصلا، لان الاحزاب المفروض ان ليها دور توعوي للشارع بصفه عامه. تمام. لان الناس هي اللي بتحكم على استمراريه الحزب من عدمه. تمام. فلابد من التواصل مع الجمهور بصفه عامه. فطبعا احنا عشان نتواصل لابد ان يكون في خدمات على ارض الواقع. فالخدمات اللي احنا قدمناها تعتبر اولها يعني خدمات صحيه. اتعاقدنا مع معظم المعامل اللي موجوده في حلوان، ومعامل الاشعه، معامل التحاليل ومراكز الاشعه، الدكاتره، الصيادله، معظمهم مش كل. وابتدينا ان احنا نعمل زي كارت عليه اسم حزب المؤتمر، وياخده المنتفع يروح بيه يتعمل له تخفيض سواء بيعمل تحليل او بيعمل اشعه. دي خدمة بسيطة من خلال اللجنة الصحية. من خلال لجان تانية طبعا احنا عندنا عدة لجان في الامانة بتاعت حلوان، يعني عندنا لجنة الزراعة، عندنا الدكتور هشام عبد اللطيف عرض موضوع زراعة الاسطح، وكان اول ندوة تتعمل في حلوان او في جنوب القاهرة، ويمكن فرحنا جدا ان محافظ القاهرة وافق على انه يتم زراعة اسطح المباني، وبدءا بالمباني الحكومية. قرار صريح من محافظ القاهرة بهذا الكلام. فكان لينا الشرف ان واحد من بيننا الدكتور هشام عبد اللطيف طبعا كان عمل كذا ندوة في الامانة بتاعت حلوان، ووعى الناس وعرفهم ازاي نعمل زراعة الاسطح، وازاي نستفيد من هذا الكلام، وازاي يبقى في دايرة معينة بالمية وتسقي، وفي نفس الوقت نعمل مزرعة سمكية. يعني قصة بصراحة يعني هو يتكلم فيها افضل منين لو صرفت حضرتك في حلقة تانية، انما دي خدمات مقدمة لأهالي حلوان بنحاول من خلالها ان احنا نتواصل مع الجمهور. يعني طبعا في حاجات تانية كتير، زي مثلا عملنا لا للمخدرات، ندوة برضو اتعملت في النادي حلوان الرياضي. حضرت معاكم ندوتين. يمكن حضرتك تكون شرفتنا فيها فعلا. ولا هي لا للارهاب، لا للارهاب ولا للاشاعات والاكاذيب، وعملنا لا للمخدرات. تمام. وكان معانا بالاشتراك مع عظيمات مصر حلوان سعاد الملكي. طبعا احنا في ناس كتير جدا في حلوان، يعني ياخدنا ذكر الاسامي، مش عايزين نقول اسامي عشان ما حدش يزعل مننا ان احنا ما ذكرناش اسمه يعني. طبعا انما في ناس كتير فعلا تواصلت معانا. يعني احنا لما حبينا نعمل حمله الفيروس اللي قال عليه الحاج جمال، ما بقت حمله يعني من خلال فكرتكم، احنا كنا البدايه فعلا حمله اطمن على نفسك لو تفتكر. قبل ما الحمله بتاعت الاخيره بتاعت 100 مليون صحه، كانت حمله اطمن على نفسك. فيمكن لجأنا بصراحه لمعظم الجمعيات، لان هي المفروض ما تتعملش من خلال حزب سياسي. فلجأنا لمعظم الجمعيات اللي موجوده في حلوان،
وعملناها كمقرات للحمله تروح عادي الاحزاب ما بتدعم الدوله. تمام. يعني احنا كنت لسه بكلم الاستاذ جمال لو تبنى حزب المؤتمر لانه يعني له شعبيه كبيره في حلوان حمله طرق الابواب فكره جميله. مش هنعمل مؤتمرات في الشارع ولا عشان موضوع الامن يعني والدوله. ممكن الحزب من خلال الشباب يعمل طرق الابواب للتوعيه. توعيه يوعي الشعب عن الاعداء اعداء الخارج وازاي بيبصوا الشائعات وازاي بيجنبوا الايجابيه ويركزوا على جزء صغير من السلبيه ويكبروه. تمام. فعرضت على الاستاذ جمال يعني وهو رحب بالفكره اللي هي فكره طرق الابواب. نرجع للاستاذ جمال. بالنسبه للاستاذ جمال برضو احنا اتكلمنا عن بعض انجازات الحزب بس ما اتكلمناش عن هل الاحزاب يعني بعيدا عن حزب المؤتمر لها دور مؤثر في الشارع ولا الاحزاب بتعتمد على الشخص اللي هو رئيس الحزب فقط ولو ذهب رئيس الحزب لاي سبب يسقط الحزب. والامثله كثيره مش عايزين نذكر اسماء. هو اولا ان الحزب القائم على فرد واحد ما يكملش. المفروض دي منظمه او زي هنمثلها بالنادي الاهلي لازم يبقى فيه اعضاء وفي ماليه للحزب. طبعا الحزب مش هقدر اتكلم الحزب تمويله ازاي. طبعا هو قائم من رئيس الحزب وفي الاشتراكات بيصرف على الحزب. احنا برضو الامانه عندنا الافراد واعضاء الامانه هم اللي بيصرفوا على الامانه. اذا كان في دعم بيبقى دعم بسيط من الحزب لكن مش هيأدي الصورة ان اقدر انا افرد في الشارع كله وانتشر ان ده مطلوب ماليات قوية جدا. فاحنا بيقتصر العمل والانشطة اللي موجودة بالندوات بنفهم بنوعي. طبعا الاستاذ ناصر اتكلم في موضوع الزراعة بتاع البشمهندس هشام عبد اللطيف. احنا بنتبناه وبنكمل فيه وبنقول بيئة نظيفة وأمنة وزراعة شجرة أمام كل منزل. عندكم بيت على فكرة أنا زرته في رايل زرع السطح جميل قوي يعني ما شاء الله. الموضوع ده بقاله كتير معانا أكتر من 12 سنة شغالين فيه. وفي جت من الصين زيارة لوزارة الزراعة طبعا زاروا المكان اللي هو زرع للأسطح بتاعت وزارة الزراعة في عين السيرة. كان نموذج قايم برضو بيه الدكتور هشام. طبعا ده موضوع كبير جدا هو يتكلم فيه أفضل في حلقة تانية. أنا عشان الموضوع احنا بدي إنجازات بسيطة. لا احنا متواجدين بس طبعا الإعلام ليه دور أكبر ان هو يبين لنا شغلنا. النهارده انا مش هقدر اطلع في برنامج او في صحيفه بيتطلب ان انا ادفع. طب امينين هنا بقى احنا بنتكلم هنا منين ناصر؟ في احزاب ما بتشتغلش الا في المناسبات يعني تلاقيها بتعمل شوادر لحمه شوادر خضار واخد بال حضرتك. انا مش بسمي احزاب يعني. احنا فعلا بقول هل الحزب هو حزب مناسبات ولا شغال مع الشعب طول ال طبعا دي نقطة معيبة جدا في حق الحزب يعني. الحزب معمول عشان يتواصل مع الناس بخدمات فعلية على أرض الواقع إنما يتواصل بنظام الحلة. طب ما احنا كنا بنعيب على أحزاب قبل كده قبل في العهد الماضي يعني إن هي بتشتغل بالشنطة والبتاع. وبعدين دلوقتي خلاص عايزين نلغي الأفكار دي وعايزين نخلي الناس تتواصل معانا من غير ما يكون ليه مصلحة مادية. لازم يكون في توعيه للناس وده طبعا في دور للاعلام كبير يعني بيتم وتم وهيتم الفتره اللي جايه بحيث ان هو ما يوعوا الناس ان في الحزب ده حزب سياسي ليه اهداف سياسيه وليه مبادئ عامه ماشي بيها. مش موضوع ان انا اوصل للواحد شنطه او خدمه ماديه فبقى انا كويس او وحش. لا في خدمات بنعملها زي ما قلت لحضرتك خدمات صحيه راجل المريض راجل كده بنقدر نتواصل معاه ونعمل له حاجات افضل بكتير قوي 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 من ان اديله حاجه ماديه ويومين ثلاثه ومعناها بيروح ممكن بياخدوها وما يعرفوش اسم الحزب ايه اللي اداها لهم. انما احنا طبعا عايزين يعني يبقى في حاجه فكر بقى يختلف شويه. احنا داخلين طبعا على 2020 و2021 وبنستعد لانتخابات مجالس محليه. فالمجالس المحليه برضو عايزين
في ندوات بتتعمل واتعملت برضو يمكن الحزب بتاعنا سبق. هنتكلم على استاذ جمال. انا قريت ان حزب المؤتمر كان سباق لدعوه الشباب لانه يتدرب من خلال الحزب على المحليات او انتخابات المحليات. حاليا الحزب قايم بدورات تدريبيه للمحليات، اعداد الشباب للبرلمان وللمحليات، بيدي دورات في الحزب ابتداء من اول امس يوم السبت الماضي ومستمر ان شاء الله ولمن يرغب. انا عارف ان الحزب وديت سابقه مش لاعضاء الحزب فقط وخارج الحزب. الحزب على استعداد يدرب الشباب سواء مفتوحه ودي حاجه جميله جدا. نرجع عم ناصر، امريكا، يعني امريكا انا بعرف ان في شركات راعيه للاحزاب وده ما بيحصلش تداخل ما بين المصالح، زي مثلا يعني ترامب كان في شركه او في افراد متبني برنامجه الانتخابي على علم. ليه ما عندناش الفكر ده ان احنا يكون عندنا شركات تتبنى الاحزاب؟ لان الاحزاب برضو معذوره، ما عندهاش امكانيات ماديه تنتشر في 30 او 33 محافظه. ده احنا عاوزين ماليه رهيبه جدا، واي عضو بيدخل وهتقول له تبرع للحزب مع الاقتصاد فصعب. فايه رايك في فكره؟ هي الفكره تنفع بس بره يعني، انما عندنا احنا هنا برضو الثقافه بتاعتنا لسه ما وصلتش للمستوى ده ان احنا نجيب شركه راعيه وتقدم الماديات للحزب. يعتمد بصراحه على امكانيات طبعا افراد معينه، يعني قيادات هي اللي بتقوم بالصرف على كل الندوات، على كل المؤتمرات، على كل الحاجات دي. انما شركات راعيه يعني مش عايزين، ده هتبقى في تحكم في الحياه السياسيه للحزب، هتبقى في حزب ليه مبادئ صعوبة، صعوبه طبعا الحزب يعني تخاف من التدخلات، يخش هيفرض عليا بقى اراء معينه. ما انا برضو ما اقدرش اجيب يعني في امانه حلوان مثلا يعني ما اقدرش اجيب الاستاذ فهمي كراجل راس مالي او راجل اعمال ويشيل الامانه وبعدين في نفس الوقت بقى يفرض عليا شروطه الشخصيه. لا، احنا بنشتغل من خلال حزب واهداف حزب، يعني ده لازم يبقى فيه. معنا تليفون استاذ رشاد. اهلا وسهلا، معاك يا حبيبي، ازيك عامل ايه؟ ازيك يا استاذ رشاد، اهلا بحضرتك. الرشا منور الشاشه ومنور الدنيا كلها. الله يكرمك يا استاذ رشاد، اتفضل. ربنا يبارك فيك، الله يكرمك. سمعت ان احد الضيوف المحترمين اللي مع حضرتك بيتكلم على موضوع البيئه وزراعه الشجر وكده. تمام. يا ريت نتبنى مشروع الشجره المثمره. وصلت الفكره. بحيث انها مثلا يبقى فيها افاده برضه للبيئه، انها تنقي الهواء وتنفع الناس في نفس الوقت الظل بتاعها. يعني مثلا على سبيل المثال احنا منتشر عندنا وفي كل الجمهوريه شجره زي شجره الفيقا حتى قدام بيوتنا كلنا زارعينها. طب ليه ما نستبدلهاش مثلا بشجره مانجا، بشجرة مثلا كمثرى، حاجات من اللي هي بيكون الظل بتاعها دائم طول السنة وفي نفس الوقت نستفيد منها. أنا عملت الكلام ده على الصفحة بتاعتي على الفيسبوك، بعض الناس يقول لك هياكلوا الأولاد، هتاكل الثمر الثمار بتاعتها وكده، ما ياكلوا. ما لما كل واحد يزرع قدام بيته أو حوالين غيطه أو المزارع أو الحاجات دي هتلاقي كل الناس بقى عندها. وبعدين ما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولك في كل ذي كبد صدقه، ما ياكلوا. يا ريت نتبنى الموضوع ده، يعني الموضوع ده حلو جدا وكويس وله افاده للبلد. احنا شايفين السعوديه بتصدر البلح نتيجه ان هي التمر مثلا هنا بتزرع كل الطرق العامه، بتبقى زرع الطرق العامه كلها نخل. ليه ما ننشرش الكلام مثلا بالنسبه لينا في مصر مثلا على مساحه مصر والاستهلاك الميه ده كليته اللي بيستهلك لمجرد شويه ظل، والظل ممكن احصل عليه برضه من الشجره دي وفي نفس الوقت احصل على الثمره. والله فكره جميله حاج رشاد، واحنا معانا الاستاذ جمال يعني امين يعني الحزب في حزب المؤتمر في حلوان وقياده سياسيه يعني لها تاريخ، و والاستاذ ناصر وبنعرض على الفكره. ايه رايك في الفكره دي يا حاج جمال؟ هو الفكره اللي بيقولها الاستاذ قائمه فعلا،
وهي الشجرة المثمرة دي الهدف منها انها تتزرع، مش شجرة للظل بس، لا الشجرة زي ما هو ذكر ان في السعودية النخلة، احنا برضو كنا القائمين على الزراعة بيطلبوا برضو شجر مثمر، يبقى صدقة حتى جارية للي في الطريق يستفيد منها. طبعا موضوع الزراعة والأسطح والشجر والموضوع ده كبير جدا، احنا فضلنا ان نتكلم فيه قائم عليه الدكتور مهندس هشام عبد اللطيف اخو فاضل، وهو قائم بيها فعلا، وهو جه المحافظ القاهرة في وزارة الزراعة عندهم في المديرية هنا في عين السيرة قص الشريط بتاع الشغل بتاع اللي هو زراعة الأسطح، وده شيء جميل. فالنهاردة الناس اللي هي بتشتغل لصالح مصر احنا بنذكرها بكل خير. احنا هنا موجودين طبعا زي ما قلت انت حضرتك والاستاذ ناصر ذكر الاحزاب، موجودة، احنا اتكلمنا وقلنا احنا مش حزب بطاطس وطماطم، واللي ذكر الجملة دي الاستاذ احمد رضوان الامين الهيئة العليا في الحزب، زائد ان هو امين قسم دار السلام لحزب المؤتمر. احنا بنتكلم فاحنا بنتكلم في حاجات كتير، احنا بنتكلم فيها النهارده المواضيع كتيره وشائكه. احنا في حب مصر بنعمل كل شيء، بنقول في حب مصر نعم للاستقرار لا للشائعات والاكاذيب. طبعا في انجازات تمت كتير، ومواصلات وطرق وتعليم وصحه، لكن أعداء النجاح موجودين في الوطن، عينها سودة وفسدة وقلبها أسود ويدعو للفساد. إحنا بنقول النهاردة الأكاذيب إيه هي الأكاذيب وطالعة منين ومصدرها حاليا، وده طبعا حرب الجيل الرابع، مصدرها الموبايل والسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي. أنا مش بقول ده تواصل اجتماعي، ده تقاطع اجتماعي. طبعا موضوع الموبايلات والتسجيلات وبتعمل حاجات مشاكل كتير، في ممكن خطيب يسيب خطيبته بسبب تليفون، زوجة تقتل او تطلق بسبب برضك التليفون والموبايل. النهاردة لازم يكون في وعي. احنا النهاردة بالنادي للشائعات دي والازمات بنطالب بوزير اعلام يرجع تاني، وده قاله رئيس حزب المؤتمر في منتدى او في لقاء اذاعي مع الاستاذ احمد موسى في لقائه، زائد عايزين مؤسسه لاداره الازمات. تمام، دي الازمه احنا بنقف فيها، يعني بيقول له ايه الوقايه خير من العلاج، او بقى انا جاهز لاي ظروف طاحنه، يعني ممكن وزاره اسمها وزاره الازمات. تمام، النهارده ما اجيش انا قاعد حط ايدي على خدي مش عارف اتصرف في موضوع يخص وزارة الزراعة اللي هو الكلاب اللي في الشارع، وكل المناطق بتشكي من الكلاب وتواجدها في الشوارع. ده كلاب عاملة عصابات دلوقتي، ده كلب كتير في الشارع بيطمنا ان مفيش بتاع كباب هيذبح كلاب. ده كويس. بنيجي في الأزمة التانية برضك موجودة في الشارع واتكلمنا فيها وبنشارك فيها فعلا، موضوع التوك توك. توك توك احنا اتكلمنا والله يا مش عارف حضرتك اتفرجت على الحلقه ولا لا. فطبعا احنا قلنا اصحاب التكاتك رافضين السياره، وبتفتح يعني بيت 30 مليون اسره، ده حقيقي. يعني وصل التوك توك في مصر حسب اخر احصائيه غير طبعا حكوميه 30 يعني مليون توك توك هيشتغل على 2 يبقى 60 مليون. هم احنا الناس مش رافضه، الناس بتقول رخص التوك توك ب 1000 جنيه واتنين سواقين عندهم 20 سنه، يبقى كده هنضمن مفيش اطفال ما فيش جريمة، يبقى كده 3000 جنيه كوحدة زي التروسيكل وزي الموتوسيكل. يعني هو محتاج يبقى احنا نوفر تقنين للحالة. تقنين انوفر 90 مين؟ 90 مليار للدولة. ده انا سابع حلقة والله بجد اتكلم على التوك توك ومحدش هو فعلا يعني موضوع شائك جدا جدا بيسمع جداً. صدق هو مش موضوع التوك توك كهو توك توك. كتير من الصبية او الصناعية سابوا صناعتهم واتجهوا للتوك توك. احنا قلنا الحل اهو 20 سنة ترخيص. فالنهارده لما نقول نقننه هو قال السياره، طب السياره صعبه، لا اديله لون واديله رقم ورخصه وخد منه ضرائب وتامينات. أيوة. وحطه في منطقه هي زي السيرفيس، انت منطقتك دي ما تخرجش على الشوارع الواسعه.
توك توك بيخدم العشوائيات اللي احنا اللي يعني الرئيس يدخل الحواري الضيقة بيقضى على العشوائيات. النهاردة لما تيجي في العشوائيات بتطلب طلب ما اقدرش انا لا بقولك كحزب انك انت بتطلب طلب غير شرعي، انت باني بدون تراخيص عشوائي، هتيجي تقول لي كهرباء، هيجي عشان نقول لك انتخابات ندخل لهم كهرباء او ميه. ما احنا بنقول استاذ جمال الفكره جميله، يعني مش حزب المؤتمر بس، كل الاحزاب ان هي عمليه يعني فكره طرق الابواب هتنفع الدوله في حاجه واحده، لا للارهاب ولا للاشاعات، وهنوصل برنامجنا الانتخابي بطريقه جميله من خلال الشباب من خلال الشيخات لكل الاحزاب مش حزب المؤتمر، ويا ريت حزب المؤتمر يبدا بيها، جميله جدا مش هتعمل ازمه في الدوله. يعني عشان وقتنا ضيق هنرجع لعم ناصر عشان نتكلم عن الاحياء. تمام. في صراخ من الاحياء طبعا ان الاحياء مش هيبقى بدورها خالص، وده معوق للدوله حقيقة. يعني زي ما قلت الحلقه اللي فاتت الرئيس مشكورا بيغرد لوحده ومشروعات قوميه وسفر في خارج وبيجيب استثمارات وبيجيب تمام. واحنا هنا كموظفين بنضيع كل ده صحيح. فايه رايك؟ لا حقيقي في تقاعس جامد جدا 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 في الاحياء، يعني يمكن لو كل واحد قام بدوره بس، يعني الاحياء داخلها ايه؟ مجموعه بتعمل نظافه، مجموعه بتعمل كهرباء للشوارع، مجموعه بتعمل، لو كل واحد من دول قام بدوره. انا كنت عضو مجلس محلي سابق، عايز اقول لك والله في حي المعادي فطبعا برضو كنا بنتعب. يعني هو طبعا الدنيا هتتغير والمحليات هتبقى ليها دور اكبر واحنا هنفسح المجال للشباب يعني، انما وقتها وقت ما كنا اعضاء مجالس محليه كنا نحضر جلسه زي كده جايبين رئيس الحي وجايبين رئيس المدينه وناس افاضل فعلا، بس نتعب ونقول الشارع الفلاني بناء على طلب الناس مش منور، فنبذل مجهود ناخد ساعه وقت وديتها ايه؟ يعني انا لو اشتريت لمبه على حسابي وركبتها كان افضل من ان نبذل المجهود ده في الايه؟ في المجلس المحلي. ففي فعلا اماكن ما كانتش تتجاوب مع او ما فيش امكانيات ما تعرفش، يعني في حاجات كده بتخليهم. بس انا اعرف احنا عندنا في حلوان معلش اتفضل في بعض المناطق محتاجه فعلا خدمات عاليه. انا مش هبص بقى كل حاجه، هي مش حلوان مش المترو وحلوان مش محطه ميدان المحطه، ده يعني في اماكن تمشي فيها معلش ريحتها لا تطاق، في اماكن يعني ماشي فيها صرف صحي فالريحه بتاعتها طالعه مش تمام، محتاجه بحث ده بيطلع من ايه ويتشوف في صحه، في ناس هتشم الحاجات دي فهتمرض. في منطقه زي الملقه مثلا اللي في عرب غنيم عرب ماشي فيها عرب غنيم وماشي على عرب الوالده فيها رشاح بطول 3900 متر تقريبا، هم اللي ما تردموش او ما تغطوش بمعنى اصح، مش ما تردموش، المفروض ان دول يتغطوا. هتبص تلاقي في صرف صحي داخل على الميه بتاعت الرشاح، في ناس بتسحب منها ميه وتروي بيها زرع، ده قصه يعني غريبه. المفروض ان في فعلا الحي يعدي. وبعدين حته تنظيم المساكن والعشوائيه اللي اتكلم فيها الحاج جمال، قرار يصدر من اي محافظ او من هو المشكله عندنا، المشكله ان المحافظ ورئيس الحي هو ممثل مباشر للسيد رئيس الجمهوريه طبعا، فهم طبعاً متقاعسين لا. وبعدين بيرجع في النهايه الازمه تعود على السيد الرئيس. طب السيد الرئيس هيعمل ايه؟ لا السيد الرئيس مش مكلف، صح مش هيغرض لوحده فعلا، وقال له كل محافظ انت ليك ميزانيه وانت رئيس جمهوريه في محافظتك ورئيس كده. الحي هو برضه محافظ مصغر. لا انا عايز اوصل لحاجه ثانيه معلش بعد اذن حضرتك، يعني ممكن قرار وانا قاعد في مكتبي كمحافظ انظم بيه، يعني العشوائيه دي ما هي مستمره، وبكره هتعمل منطقه عشوائيه وبعده هتعمل منطقه عشوائيه وتفضل مستمره ل 30 40 سنه جايين. انا لما اكون محافظ واقول ممنوع البناء سواء عشوائي او في ارض تقسيم ممنوع البناء ويكون شارع اقل من 8 متر، قرار اللي متقسمه دي متقسمه وليها مقياس للشوارع بتاعتها، اللي بيبني في منطقه عشوائيه هيقول لك لا لو الشارع اقل من 8 متر هيعملوا لي ايه؟ مشكله. فيبتدي هتطلع لك بقى الاماكن بعد كده ايه؟ منظمه. ده في شوارع في الاحياء اللي عندنا سواء في حلوان او في طرق او في كوزك، بصفتي كنت عضو مجلس محل المعادي الاقي الشارع 2 متر، تخيل ان ممكن تحصل حريقه جوه الشارع ده، تخش له عربيه مطاف ازاي؟ واحد مريض ومحتاج عربيه اسعاف ضروريه عاجله يخش له عربيه الاسعاف ازاي؟ فالتنظيم ده محتاج قرارات صارمه من السيد المحافظ من اي من رئيس الحي من يعني الجهه المسؤوله عن تنظيم المساله دي، قرار يصدر بس والناس تلتزم بهذا الكلام، واللي يخالف معلش
ليه غرامات وما فيهاش، انما يبقى الحي عمال يلف. طب بيعمل ايه؟ وزير الحكم المحلي والتنميه المحليه له دور في مراقبه رؤساء الاحياء طبعا، واخد بال حضرتك؟ ورئيس الحي للاسف في موظفين معاه في الحي بيعطلوا عمله برضه لاغراض اكيد اكيد ما فيعني يا ريت الاحياء تقوم بدورها، يا ريت الساده المحافظين مشكورين يقوموا. انا والله يعني بصرف النظر عني انا يعني، انما والله بكل امانه يعني يمكن ما بيتمش عمل نظافه في المنطقه اللي انا قاعد المحيطه بيا الا لما اتواصل مع مسؤول النظافه يبعت لي بصراحه بيستجيبوا. بس مش كل يوم اتواصل، مش كل يعني، انت المفروض بقى تعمل لنفسك برنامج وتعمل لنفسك دور للمكان ده. مش يعني حياة استاذ جمال، الحوار طول معاكم والحوار ممتع وفي كميه اتصالات كتيره حقيقي جايه، بس احنا عشان للاسف وقت البرنامج يعني بنعتذر للسادة المشاهدين على كمية الاتصالات، ونوعدهم ان شاء الله ان الحلقة الجاية هنفتح التليفونات اكتر. طبعا احنا سعداء بحضراتكم، ولسه لنا حلقات ايضا في المحليات، ما كلمناش برضو عن المحليات، ولنا في الاحياء، ولنا برضو في تكافل وكرامة. الناس قالوا لي اتكلم تاني عن تكافل وكرامة. انا سعيد بحضراتكم، شكرا وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.